بالنسبة للشرحيات، تقريبا احنا شرحنا بالبداية انه حسابات شنو يصير عندي من اسحب ناشف، من اسحب دراي، من اسحب ويت، يصير عندي ديسبليسمنت، ايش قد اتوقع راح تجي لي براميل، او اتوقع ايش قد راح لازم اضخ براميل واشوف اكو كيك لو لا. هاي شرحنا. هسه راح نجي على مصطلحين مهمات اللي هما السوابنج والسيرجنج بريشر. تبي لي هنا لان جايب هما سؤالين الشباب بالفرع، اي اعتقد ناقش السواب والسيرج بريشر وشنو يسوي لي بالوول بور ستابيليتي. والسؤال الثاني هم يرتبط بيه، يقول لك البوتوم هول بريشر ومن اسوي تريبنج اوت ومن اسوي تريبنج ان. يعني نفس الشيء، تريبنج اوت هي نفسها السواب والتريبنج ان هي نفسها للسيرج. تمام، هسه اثنيناتهم ما راح نشرحهم هنا. يعني بالبدايه هو شنو هو السواب بريشر وشنو هو السيرج بريشر. السواب انه يكون عندي انا هنا البت مالتي اوكي بسبب يعني عوامل معينه كضيق الحفره، كانه المد فيسكوسيتي هنا عاليه، كانه هو اصلا الحفره ضيقه والمعدات مالتي كبيره، فراح يصير عندي هنا شلون السرنجه مالت الابره، السرنجه مالت الابره هنا هاي شلون تنغلق. فانا من ارفعه هذا بالنسبه للسوابينج اوكي، راح يصير عندي يقلل الضغط هنا يختل، راح يصير عندي شلون عمليه الفاكيوم، انا جاي اسحب جاي اشفط، يسمونه سواب الشفط يعني اوكي. فمن شفطت هنا راح يقل البوتوم هول بريشر، راح يقل البوتوم هول بريشر. لذلك شنو انا قلت لك هنا يقول لك شنو هو السواب بريشر. السواب بريشر هو ضغط راح يقلل لي البوتوم هول بريشر، هو ضغط يقلل البوتوم هول بريشر. يعني من مثلا ينطيني بوتوم هول بريشر معين وينطيني ويا سوابنج راسه راح اطرحه اوكي. فهنا أنا من اطرحه البوتوم هول بريشر راح يصير اقل من الفورميشن بريشر، فراح يهجم علي الفلويد ويسبب لي كيك. هاي بالنسبه للسواب. بالنسبه للسيرج العمليه معكوسه، لا هو هاي نفس اللي صار جماعتي راح اضغط بيها على البوتوم هول بريشر. اذا شنو هو السيرج؟ يضاف له راح ينطرح قيمه البريشر كسيرج، هي راح اضيفها المن للبوتوم هول بريشر، راح يسبب لي زياده، راح يصير اعلى من الفورميشن بريشر، هنا راح يسبب لي لو سيركيليشن او يسبب لي تكسر للطبقات. هاي بالنسبه بشكل عام. زين شلون علاج؟ يعني هو ما دام يعني حاكي او السؤال اللي ساله قال كقيمه انا من اريد احسب بالاوفيس، اريد اخذها بنظر الاعتبار السواب والسيرج، اريد اسوي لي سيفتي امان، اريد اسوي لي فشي فاكتور، وانا ما اقعد كل ساعه اسوي لي ريدكشن بالبوتوم هول بريشر، انا اريد ثابت البوتوم هول بريشر. فشنو يقول؟ من المعادله اعلى اعرف انه انا المارجن مال السواب المفروض جمع. ليش المفروض جمع؟ يعني انا من اسحب اوكي ويصير عندي سالب، انا حاسب حسابي بالهايدروستاتيك بريشر انه ضايف قيمه من اسحب هي راح تنطرح، مثلا خلينا نقول هنا راح تنقص 0.5 وانا اصلا ضايف 0.5، فما راح تتاثر، راح يبقى البوتوم هول بريشر نفسه. صح لو خطا؟ صحيح. وبالنسبه للسيرج بريشر هو قيمه مضافه، فانا البوتوم هول بريشر انزله بقيمه اقل. ليش؟ على مود من اسوي سيرج هو اصلا راح ينضاف، يعني اتحرك براحتي انا هنا. فلذلك اذا تتذكرون، اذا تتذكرون بالتصميم من كنت اصمم انا هنا هذا الخط الاصلي مال الفورميشن بريشر. فورميشن بريشر منو ويا يعني ويا دهره، خلينا نقول ويا مشاكل، هو السيرج العفو السواب، لان بس يقل السواب الفورميشن بريشر يصير اعلى من عنده. فهنا انا شنو قلنا؟ السواب هو قيمه تضاف الى البوتوم هول بريشر هنا على مود يصير عندي انا مجال اتحرك بهاي المنطقه احسب حسابي. زين يعني اعادلها واشوفها ايش قد تساوي بالدرلينج مات، مثلا هنا 8 هنا صار 8.2 مثلا. اما فراكتشر بريشر فمنو يسوي وياه مشاكل دائما؟ اللي هو السيرج، لان يعني ممكن يكسره اذا هنا اذا هو هنا اذا انا احفر منه ما ماخذ سيفتي فاكتور وجالي سيرج بريشر راسا راح يتزحف الخط هنا، فمن يتزحف الخط هنا انا دخلت بمنطقه الفراكتشر بريشر. فشنو اسوي؟ انقصه اوكي على مود انا يصير عندي هنا مجال اتحرك. اذا هسه انا افتهمت السيرج والسواب شنو يسوون للبوتوم هول بريشر وشلون اعالجهم. هنا شنو يسوون؟ مثلا السواب هو يطرح لي البوتوم هول بريشر، اذا معالجته شنو؟ انا اضيفه قبل. والسيرج هو راح يزيد لي البوتوم هول، فشنو معالجته؟ انا اطرح
من اصمه هاي امها وهاي ابوها. شوف ايش سهله بس افهمها. هسه احنا خلصنا اول اثنين من مسببات الكيك اللي هم التريبنج اوت والتريبنج ان اضافه الى سوابنج العفو والسيرجنج. هنا فد اختيارات سهله تمام. خلينا نروح للسؤال المهم. هنا سؤال شنو نقول لك او نقطه رقم 9 يقول لك خلال عمليه التريبنج اوت. تريبنج اوت يعني جاي اسحب فوق يعني جاي اسوي شفط. اذا هي عمليه سوابنج. السوابنج تضيف لو تطرح سوابنج تنطرح يعني كعمليه رئيسيه. هسه انا هنا ما قايل لك اخذ حذرك او احسب لي ايش قد، لا هو هنا منطيك اياها جاهزه، منطيك العمق ومنطيك الكثافه ومنطيك الفورميشن بريشر على مود تقارن وياه تشوف يصير اكثر يصير اقل البوتوم هول بريشر، ومنطيك السوابنج قيمته 125. يعني انا من راح اشفط 125 وياي بالبدايه احسب هيدروستاتيك بريشر عادي بدون سوابنج او هذا يطلع 5460. زين هاي 5 اكبر من الفورميشن بريشر. اذا انا هنا تمام جاي احفر اوفر بالانس، من يصير عندي سوابنج راح اطرح منه 125. اذا شوف قل البوتوم هول بريشر قل بهاي المقدار تمام. اذا لازم انا احسب حسابي هذا اضيف لك 125 قبل لا اسوي سوابي. هذا لازم اضيف له على مود هنا تطلع نفس هاي القيمه. وضحت الفكره؟ اتمنى تكون وضحت. اذا هنا يس يصير لي فلو. يعني اذا اسوي 125 سوابنج لا هو راح ينقص لي من الهيدروستاتيك من البوتوم هول بريشر، وبالتالي راح الفورميشن يصير اعلى وتدخل تخلي المواقع. هذا خلينا نمر عليه هنا بسرعه. السؤال الاول يقول لك اذا انت ضخيت طين او هو مثل السلاج وين بالدرل سترنج. انتبه انا كل كلامي هسه هنا بالدرل سترنج. ايش قد راح يتغير البوتوم هول بريشر؟ ما راح يتغير، لان قلنا هنا راح يصير فراغ وهنا راح يصير ارتفاع للطين الجديد وارتفاع للطين القديم، فراح يبقى كونستانت واثبتناها قضاء بمسائل السلاج. اثنين قال شنو هي الفاكتورات اللي تزيد لي السيرج بريشر؟ سيرج يعني جاي انزل. اذا رانينج ان فاست السمول انولر يعني انه الحفره ضيقه، او عندي مثلا هاي فيسكاس مات يعني او ضيقه ما ادري شلون طرقت فيني هاي فيسكاس مات يعني انه الطين مواصفاته رديئه، وكذلك انه البيت مالتي تكون يعني عليها كاتنج وهاي السوالف اوكي فتسوي لي مثل السرنجه. انكريز سوابنج شنو اللي الشغلات اللي يسوي سواب اكثر او فرص حدوث السواب اللي هي كنا الهايج مود فيسكاسيتي البولينج يعني اجرها بسرعه اوكي يعني هنا سوابنج مو سرجنج عكسه. زين يقول لك السوابنج ممكن يكون انه فقط بالاوبن هول؟ لا ممكن انه يكون بالكيسنج فولس. يعني ممكن انه انا هنا اسبب كيسنج هم راح اقلل البوتوم هول بريشر ويصير عندي سواب. زين شنو هي التاثيرات التاثير المباشر اذا صار عندي سوابك؟ شنو راح يصير؟ راح يصير كيك كراسه؟ لا ما راح يصير كيك كراسه، راح يصير ريدكشن البوتوم هول بريشر. ممكن يصير كيك وممكن ما يصير كيك. يعني ممكن انه انا حاسب حسابي راح يصير اوكي هو بوتوم هول بريشر راح يقل، بس انا حاسب حسابي من الاوفيس فما راح يصير عندي مشاكل. فاول شيء يصير مني يصير سوابك هو راح يقل البوتوم هول بريشر. زين لك شنو اكثر شيء لازم اتجنبه بعمليات الحفر اللي هو اساس الكيك مثل ما قال الاستاذ اللي هي عمليات نوت هي مشاكل النوت كيبنج هول فول، لان هي اكثر شيء ممكن اتحكم بيها واكثر شيء هي سبب لي الكيك. شنو الشغلتين اللي سبب السوابنج بعد ما حاجه نعيدها هنا 10 حلو. يقول لك وايل تريبنج ان تريبنج ان اوكي يعني انا جاي ادخل تريبنج ان جاي ادخل باي بات ان اكشوال فوليوم اوف مود الطين المزاح اللي راح يجي لي بالتريب تانك اقل من انا ما متوقع اوكي اقل ليس ذان كالكوليتد فوليوم اقل من اللي انا شنو اللي حسبته بسبب شنو؟ اذا الفورميشن بيها فلويد يعني بيها فلويد اضافي فانا متوقع هيك راح تنزاح بس هو اكو فلويد اضافي اوكي فراح يجي لي اقل من الكالكوليتد فوليوم تمام يعني من اللي انا راح احسبه مو الفعلي يعني الفعلي اللي بسبب وجود فلويد بالحفره تمام فانه المزاح راح يكون اقل من اللي يعني اللي راح يجي لي بالتريب تانك اقل من المتوقع
زين. هاي حليناه حليناه. نجي الى الاب نورمال واللو سيركيليشن. عرفنا الاب نورمال يعني موجودات بالملازم، هنا هم سهلات ما في شيء. زين اكثر شيء تاثر للبيرمابيليتي. اوكي يقول لك هنا اذا اب نورمال لو سيركيليشن، يقول لك هنا اذا الطين قل من 50% الى 24%، فهنا شنو صار عندي؟ صار عندي بارشال لو سيركيليشن. اذا صار صفر فهو توتالي توتالي لو سيركيليشن. لو سيركيليشن خلال عمليات الويل كنترول بمن اقيسه؟ يصير عندي لو سيركيليشن اكيد بالبيت او بالبيت مات المات، قل المستوى مالته اذا راح الطين. زين يقول لك شنو اكثر المسببات اللي يسبب لي الفورميشن بريجر يكون عالي؟ abnormal formation pressure هي الأندر كومباكت شيل. إن هذين كلهن يسببن abnormal اللي هي thick sandy stone section، الأندر كومباكشن شيل fault، بس أكثر واحدة هي compaction شيل. وهنا يقول لك اذكر لي أربع شغلات تسبب لي abnormal pressure، هنا هذين أربع شغلات وأكثر واحدة تسببها هي الشيل، الأندر كومباكت شيل. زين الغاز كات والانسفشنت ماد ويت. الغاز كات شنو اقصد بالغاز كات؟ انا مو احفر يعني اوكي، وانا جاي احفر بشنو؟ انا جاي احفر بالفورميشن. هاي الفورميشن اكيد بيها غازات، هاي غازات يعني تدخل للفورميشن شئت ام ابيت، وهي غازات صغيرونه وراح تتجمع. مساله عليها مسائل ممكن انه تجي، يقول لك انه احسب الريدكشن بالبوتوم هول بريشر اذا بسبب الغاز كات. الغاز كات يعني راح يصير من صفر مثلا الى 1012.3، من 1000 الى 212.7، من 2000 يعني هنا بالسيرفس راح تتجمع بالسيرفس وتسبب لي تقللها بقيمه قليله هنا بالنص. فارسم هذا موجود حتى بالتوتوريال مالته، هنا 12.5 هنا كلش قللتها، بس اطلع اطوال واضرب واطلع البوتوم هول بريشر. اطلع بالبدايه البوتوم هول بريشر بس بالطين الاصلي اللي هو 12، العفو هالنوب اطلعها كامله بوجود ثلاث كثافات مختلفه باطوال مختلفه، راح تقل بمقدار 8 او التغيير راح يصير بمقدار 68. طبعا راح تقلل لي تسبب لي ريدكشن انسفشنت ماد ويت، ممكن يصير لي كيك. زين يقول لك how will the bottom hole pressure affected by the gas cut؟ شلون يتغير البوتوم هول بريشر؟ شوف قد قل قيمته 68، اذا هي تغير قليل، تغير قليل بسبب الغاز كات، يعني هي هنا شويه هنا يعني فقاعات شويه يتجمعن فوق يصير تاثيرها كلش عالي. شوف هنا قللنا بمقدار تقريبا واحد، هنا بالنص لا شوي قللنا، جوا ما قدرنا نقللنا. اذا يقول لك هسه وين التاثير مال الغاز كات؟ انتبه الغاز كات جاي يحكي كله على الغاز كات وين؟ عند من يوصل للسيرفس، يعني بسبب التمدد اللي راح يتمدد انه ياخذ مساحه اكبر راح تقلل الكثافه اكثر. يقول خلال عمليات الدرلينج هنا هي نفسها اوكي ما بيها شيء، اذن هو حالهن الاستاذ يعني بس راجعوهن. بس حبيت انوه على شغله، هنا يقول لك الغاز كاتينج اقدر انا امنعها انه ازيد الطين كثافه الطين الحفر، لا ليش؟ هي مو علاقه مباشره ويا طين الحفر، هي بسبب الغازات اللي موجوده بالفورميشن. زين هاي سيرفس نفسها، هذا هم نفس المثال اللي سواه انا ذكرته ممكن تحسبه انت. The gas cutting of the mud level but showing bigger peak when the local construction made. gas form يعني يقول لك هاي الحاله وين اشوفها؟ من انا اوصل الى زونات او فورميشنات بيها غاز بريشر عاليه. هنا انتبه جنرالي يقول لك انه اعتمادا على حقيقه راح تجي لي نوت as dense as normally. ها شوف راح اشرح لك شغله على مود لا تنساها. مناطق الابنورمال بريشر هاي المناطق بيها مسامات عاليه، شنو بيها؟ مسامات عاليه، لذلك هي منطقه ابنورمال بريشر لان بيها مسامات عاليه. فشنو بيها؟ بيها فلويد هواي سواء غاز او ما ادري شنو، تمام؟ فهاي من نزيد للمسامات على اساس منو راح تقل؟ راح تقل الماتريكس اللي بيناتن، اي راح تقل الكثافه، فراح تقل كثافه الطبقه اللي موجوده هنا اوكي، لذلك راح يجي لي حجم الكات كبير. هسه راح نجي له، اذا عرفت هسه الاب نورمال ليش الحجم مال الكات مالتهن يكون كبير،
لان هنا اصلا تحتوي على بوروسيتي عاليه، فبالتالي راح البوروسيتي تزيد على اساس الكثافه. فهنا يقول لك انه نوت يعني مناطق الابنورمال بريشر مو كثيفه. اي صحيح ترو. من ازيد الفوليوم والسايز اوف كاتينج، من نزيد الفوليوم والسايز مثل ما قلنا احنا، شوف اذا الفوليوم والسايز راح يزيد. ليش؟ لان قلت لك انه الكثافه راح تقل، فذلك انه الحجم كل ما قلت الكثافه ايضا ايش راح يصير بالحجم؟ الحجم راح يكبر اكثر، فاذا راح تجي لي ترو، ما تجي لي قليلات، لان هنا يعني البور كبيره فبالتالي انه كثافتها قليله. زين كثافتها قليله حجمها كبير، يعني شغله فيزيائيه. هذا نفس الشيء. اوكي كمل هنا هذا شرح بالكيك انديكيتر. اوكي فلوريت شنو يصير بكل وحده من عندهم. هنا كتبته على مود ما انسى. مؤشرات الرفسه، زياده في حجم سائل الحفر باللاين، وقلنا عرفنا ان هذا ليش يزيد، جاي الفلويد زايد. بعد هاي ارده بس اوضحها، نقصان في ضغط المضخات سائل الحفر مع زياده تصريف المضخه اللي هي سرعتها، زياده السرعه مع انخفاض ضغط المضخه. ليش؟ الى خلال رفسه البئر راح تدخل الموائع للبئر وتمتزج مع طين الحفر، هذا الامتزاج شنو راح ينتج عنه؟ مائع جديد ذو كثافه ولزوجه اقل. واحنا شنو عرفنا البامب برجر؟ هو الخسائر، هنا الخسائر راح تقل، راح يقلل البامب برجر، تقلل الممانعه، لا راح يقلل البامب برجر، يعني بعد ماكو ممانعه قويه. زين سرعه المضخه ليش راح تزيد سرعه المضخه؟ لان يعني الفلويد صار كثافته اقل فراح يضخ اكثر بسرعه اكبر. هاي المتاكد منها او المتيقن، الممكنه زياده معدل الحفر اللي هو الار او بي، الحجم الكبير من الفتات الصخريه. ليش؟ لان يعني قلنا ان مناطق الضغط العالي تكون ذات فراغات اكبر، اي مساميه اكبر، فيعني ماتريكس اقل، يعني دنسيتي اقل، يعني حجم اكبر. كل السنه اي شيء تقلل كثافته يعني راح يكبر حجمه، يعني قلنا ان الكثافه والضغط والحجم، الحجم والكثافه تناسبهم عكسي. اوكي نقصان كثافه الطين تسبب في زياده معدل الحفر ايضا، وبالتالي يجب اتباعا لزياده معدل الاختراق، زياده التورك بسبب زياده الار او بي، وبالتالي زياده ادراك القوه المعاكسه إلى. هاي مجموعه اسئله هم عليهن بسيطات، خلينا نشوفهن. مثلا هاي هنا الترو فولس تقدر تشوفهن انت، سالات ما بيها شيء لا تريد توضيحهم بسيطه. هنا زياده بتركيز السالنسي، هنا انا بس حبيت يعني خاف يجي انه راح الدي اكسبوننت هم تقل، فممكن هذا من استاذ ماجد اذا تتذكرون عليه، راح يعطيك مجموعه بالترتيب ويقول لك شوف لي الدي اكسبوننت مالت وتوقع اكو كيك لو لا. هذا من عندي اكو كيك لو لا، فانت طبعا احنا هم ثلاثتهم راح تشوف انه بالعمق الاول 1.5، بالعمق الثاني 1.57، بالعمق الثالث بالعمق الاول 1.2، بالعمق الثاني 1.56، بالعمق الثالث 1.57، اذا جاي يزيد الدي اكسبوننت، اذا هنا ماكو كيك. بس لو قلت مثلا هنا صارت 1.5، هنا مثلا صارت 1.0، اذا هنا اكو منطقه مال ابنورمال، يعني هنا اكو ممكن كيك، يعني هذا خاف يجي فحفظه هذا وفي امان الله.